الفصل الثالث من كتاب سيدي وحبيبي لهدى بركات. كان قصير القامة، له وجه كوجوه الأطفال، ومثلي له ثديان صغيران، وأيضا كرش كبير وكرش صغير. لا أذكر جيدا متى بدأت أرى أني أشبهه أو أنه يشبهني، إلى درجة كبيرة ربما داخلني هذا الشعور حين رأيته عن بعد لأول مرة. كان الطقس ممطرا، وكان هو يقف إلى جانب سيارته العطلانة. قلت في نفسي وأنا أنظر إليه من بعيد، إنه فعلا قصير القامة وسمين قليلا. رأيت أنه يشبهني في جسدي القصير الذي لا يشبه روحي أبدا، فأنا في داخلي ككلب الصيد الأصيل السريع الحركة. وهكذا شيئا فشيئا أخذ معلمي الجديد يرجعني إلى نفسي القديمة التي كنت نسيتها.